ودايما يعني لما بتكلم على زملاء عام بيشتغلوا في مجال اعلام بتبقى الجزئيه دي فيها حساسيه شويه. ولكن الحقيقه حضراتكم في نفس الاسبوع اللي الاهلي بيحصد 3 نقاط على حساب منافس، حضراتكم عارفين انه ماتش الاهلي والاسماعيلي دايما بصرف النظر عن ترتيب الفرقتين بطوله خاصه ومباراه من العيار الثقيل حتى ولو كان في فرق كبير جدا في الترتيب. ورغم انه الاهلي قدم ماتش يعتبر كويس جدا الحقيقه وفاز بسكور يعتبر ثقيل على فرق زي الاسماعيلي، في نفس الاسبوع ده بيراميدز بيخسر والزمالك بيتعادل مع سموحه وما سمعناش صوت، ما سمعناش صوت بيتكلم على وجود مشاكل او انهيار في فرقه الزمالك او تراجع في مستوى بيراميدز او اداره نادي الزمالك، ازمات في اداره نادي الزمالك او ازمات في غرفه. انا مش ضد الحقيقه، للاسف شديد جدا انه نفس الناس اللي يمكن بتبقى بتتكلم بتقول الحاجه وعكسها نفس الناس اللي المبادئ عندها ملهاش معيار ثابت وما تقدرش تقيس. انا مش ضد ده طالما ده لا يتعرض النادي الاهلي في شيء، يعني افعلوا ما شئتم وقولوا ما شئتم واضحكوا على جماهيركم كما شئتم، لكن حينما يتعلق الامر بالنادي الاهلي او بكيان النادي الاهلي لا، الحقيقه هنا لازم نقف ولازم نرد. لجماهير النادي الاهلي بتكلم وبقول قيسوا على ده وانتم تعرفوا كيف يتعامل الجميع بمعيار او باكثر من معيار، خصوصا لما يتعلق الامر بالنادي الاهلي. على كل الاحوال مشينا مشوار طويل جدا واعتقد انه ناجح بكل المقاييس، واعتقد انه الدوري زي ما قلت لحضراتكم حسم بشكل كبير. حاله الشوط الثاني تحديدا من النادي الاهلي اعتقد انها الى حد كبير مرضيه لجماهير النادي الاهلي، مكسب كبير جدا بادجي، بناكد ثاني على الحاوي، وليد سليمان وجوده دايما مؤثر وفاعل وعنده قدره انه يغير في ايقاع الفريق. ودي امبارح كان ظاهر متهيالي بالمستوى اللي ممكن يكون كان جمهور الاهلي عايز يشوفه عليه من ساعه ما رجعنا من فتره التوقف، الحقيقه كان ماسك مسيطر في نص الملعب كويس. الشوط الثاني كان شوط حلو.